شيخ آدن أبيض أو كم دعوة ماودين تقبل كتولي رياك علي سراوير لقصو خاص قري كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والله قد القرية على كسومالي لا شيخ آياد الجردة يدد وينها رب رعوقد قدم بقاسي وين شيخ آدن أبيض وحاوسيس أو كلفارين أدري حكومة لا مها أمنية قناع ستدا أو قبا غيين أيسكي كان عارمهن أو كلو دينت إسلام كانوا وعنين وحنا كم داهد الذي سيستطن ونوع استهزاء كمدا أما دير دير كدين تلقو دير دير يو ربنا سبحانه وتعالى وحوت المامي قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ورما إلهي آياتك سي رسولك ساهيدين كوا قل دير دير ها عذر دارن وقالو دين ورقا فعل كاسي مبنانا وليها مركا أنباق ودريا وصدح قلو وليها كوباد وكوي سوسمي سراويشاس وحويا صوصاري وطلقالي أمدو إني حيراتو قوليها سي أرهن آدو وينو خطر أي كل عين وحلو بها هيا هي إلهي سبحانه وتعالى إن يغطو باتكينان قوليها اللباد وقوليها كسو يبسدي أي نوسو واردي قارهان بعض لياشا يسي قضايا يبلشد كي يبنايا إيقونا هدي أي أوجيهين فعل كنو عاسا دنبيغا غيب يكويا لنايان قوليها صدحاد وقوليها كي يبسانايا قشانايا قدانايا إيقونا هدي أي أوجيهين وحويان دنبيغا قيب بيكويا لانيان وايو وكلمة داس قاليغا وحويان لحران ايو غارهان حقا دنبي اي سوروالك وحويان كغتالا وقفك وكفري سانيا سوليغي بو لقليا ميل حنبالا ديغيا نشاسا كودا عيسا مركا قاركود مركا مبنانا إلا إسكايلا ليا ومهم والسلام عليكم ورحمة الله. sidoo kale waxa loo baahan yahay dawladdu inay xil iska saarto arrinka noocaas ah oo kontroolsho waxyaabaha umada laga iibinayo tayadooda iyo waxa ay ka sameysan yihiin haday cunto noqoto iyo haday wax la xiranayo noqoto intaba marka ciidamada amniga ay kala duwan inay arrinka qacan geliyaan oo ay ka ilaaliyaan umada waxaas loo qarinayo loo hoos gelinayo waa mid aad iyo aad waxa weeye u muhiim ah saraawiishan ay ku qoran yihiin tawxiidka alle ayaa maalintii ciidda soo galay suuqyada magaalada burco arrintan ayaa arrin ku cusub somaliland iyo gobolka togdheer iyadoona ay xusid mudan tahay in magaalada hargeysa laga helay sharaabaado sidaas oo kale loogu soo qoray kelmadda laa ilaaha ilallah maxamedun rasuulullah cabdilaahi maxamuud muuse xudayfi telefishinka caalamiga ee ariyal burco